صباح الخير متابعين صفحة 16 سيدي بوصبار، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من سوق سيدي بوصبار. غادي نحاولوا نديروا بكم واحد الجولة عابلاتي، انا جاي لعندك عمي بلاتي نتعرفوا عليك، مع واحد الجولة في السوق الاسبوعي اللي نحاولوا من خلالها نقربكم الاجواء والاثمنة ديال الخرفان والحوالة والحوليات والجديان. عادي نحاولوا نستضيفوا لكم يعني بعض المهنيين اللي تيكونوا في السوق دائما، يعني التجار ديال الخرفان والفلاحه في نفس الوقت، يعني ناس يزاولون التجاره والفلاحه، يعني اهل الاختصاص كسابه يعني. ومعنا دابا احسن حاولي في السوق، وكيف تنقولوا راس السوق. الاسم الكريم عمي ارسلان. عمي عبد السلام، هذا الخير ديالك اللهم بارك. الحمد لله. خير واش من خير هذا؟ شحال هو في السنة هذا؟ اثنين. عطاوك شي حاجة فيه ولا ما عطاوكش؟ شحال عطاك السوق عمي عبد السلام؟ شوف دابا راه العواشر 88 والأضحية فيها الأجر 88 4400 درهم. هاكا باش الإخوان اللي معانا من الخارج ومن الجالية واللي ما تعرفوش مثلا بالريال تنترجموا لهم بالدرهم باش يفهموا. 4400 درهم. توكل على خي عزيز. الله يحفظك. السر شنو هو عمي عبد السلام؟ فور قدامنا قدام الكاميرا باش حتى المتتبع يشوف. انت خذ مليح مليح. ها هما بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش يعني مهرج جوج السنات. جوج السنات. تيتسمى ثني. هاكا. دابا انت تدير التجاره وكساب وفلاح. كساب وفلاح. ايوا هذا الخير هذا بشحال تبيعوا عمي عبد السلام؟ تقول 100000. ونقص شويه نقص شويه راجل مع الناس. ايوا هو المليح كاينه. الحولي الطوله شوف. الخير تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. هذا راه السوق تيتسمى في سيدي بوصبار اليوم اللي صادفناه بالصدفه مع الاخوان ديالنا سي عبد الرحيم عبد الاله حتى هو. وخلي النمره التليفون ديالك عمي عبد السلام، خلي النمره التليفون ديالك الا بغى شي متتبع او المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن والجاليه المغربيه والاخوان ديالنا كاملين، بغى شي حاولي ولا شي خروف وكان عندك القياسات اتصلوا بك وحنا نكونوا. اييه كاينه 180 حاولي. 100 بحال هذا الخير هذا. بحال هذا الخير هذا على السردي. عطينا النمره التليفون ديالكم. نمرة التليفون. عابل خلا. عطيني نمرة التليفون. فتيها عليا ما حافظهاش. جيب ذلك اخويا. سير على الله. اللهم بارك. الصلاح هو انتم تتشكلوا اخوان. عطاوه 4400 درهم. 4400 درهم. 88000 ريال. تيقول البيع ديالو. تيقول البيع ديالو 5000 درهم. ها هو تتشوف الحولين اللهم بارك. الوقفة طولة. اسمع انا عاود نحتاج عي راسك انت ما تشوف راه نمرتي كنمشي نقين انا عندي غير اللايف دابا. حاول جبد لي الرقم من 22 اللهم بارك. شكون اللي يبغى يهضر معنا هنايا في هاد الناس هنايا 88 هذا الحولي هذا 88 كيفاش بان لك الثمن؟ خويا الثمن ديالو مزيان. الثمن ديالو مزيان. الثمن ديالو مزيان هو الخروف زين. سردي سردي. شنو داير السوق هذا النهار؟ النهار كيفاش كاينه الأضحية؟ في الصباح كان شوية دغيا. ياك الحولية؟ الحولية الحولية حتى ل 60000 المنتجة حتى ل 60. هذا مزيانة. ممتازة 60000 بحال ديالها. جديان ولا جديات؟ حتى جدي 60000 65. الحولية يعني بالمناسبة الثمن هذا راه باقي هو هذيك راه ما طمرناش. الثمن فين كاين طالع من 60 لتحت اخي. من 70 حاجة رقيقة. الحاجة رقيقة ما من 70 الفوق الثمن راه باقي هو هذيك تقريبا. وهذا راه العام اللي فات راه كيدير 90000. العام اللي فات راه كيدير 90000 الخير هذا. هذا راه 6 شهور. نحاول نبعد شي شوية باش يبان الفورما ديالو ويبان الوقت ديالو. الثمن اللي كاين طالع شي شوية من 60000. من 60000. أما من الثمن من 70000 فوق. شي حاجة ديال الدرويش. هي اللي عليها الإقبال كبير. حتى هنا تيبان لي السلوك حاجة غليظة في سيدي بوصبر شوية. لا ناقصة الثمن. الثمن كاين. ولكن السلوك قلي شويه. واحد السيد دابا دا سيدي 80000 راه عنده ولدي عاد ولدي. هاي تبارك الله. كاين حاجه غريبه مزيانه ولكن السلوك ما كاينش بزاف. السلوك ما كاينش المره. تماما. السلوك كاين بالسيد. اما هذا الثمن ديالو راه ما زادش شي حاجه كبيره. صح.
الثمن اللي زايد شويه هو من 60 لتحت حاجه صغيره باقي مزيان. اللهم يسر اللهم يسر. وحنا نخليو الرقم ديال هذا السيد هذا ديال عمي عبد السلام قال عنده 180 حولي كل سرديه حاجه مليحه نقا. اللي بغى يجي اللي بغى يجي لعندك جماعه المجعره البلاصه عطينا العنوان بالضبط واد رادار القنطره القنطره جماعات المجعره لا ماشي جماعه المجعره جماعه سيدي احمد شريف اللي قلت في واد رادار لا داخل عندنا هكا ولا لا 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 داخل عندنا جماعات المجعره قنطره واد رادار قنطره ديال واد رادار قنطره ديال واد رادار عمي عبد السلام غادي نعطيكم الرقم ديال التليفون ديالو عنده الحواله بحال هذا الخير هذا وكبار وكاين كبار كاين كبار كاين صغار كاين كبار وصغار كاين الاثمنه ما بين وبين اي عندك الكوري اي عندك الكوري بغيو عند الناس صح الاثمنه ما بين وبين اللهم لك الحمد الاثمنه منين تبدا عندكم في هذه 180 حاول واو ساعه دير معاه الوالده هنا عندك ها الحسن 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 اجي واحد دقيقه الحسن زيدك من حقنا اللي بغى يتواصل حنا تنحاولوا نبينوا نكونوا غير همزه تواصل ما بين البائع والمشتري الثمن تبقى بالرضا ديالكم والتفاهم ديالكم بيناتكم حنا اللي علينا تنوصلوا المعلومه والصوره مباشره ما كاين لا مونتاج لا زياده ولا نقصان. وشحال هذا الخيل هذا يا لانو؟ هذيك 66 66 شنو هو في السن؟ هذا هني ولا وهذا حنان حليب خلي الرقم ديالك تلا بغاهم شي واحد يتصل بك مثلا انا غنبيع دابا الله يجيب لك التيسير الله يسر لك الله يسخر لك تلا كانوا عندك مثلا وحدين اخرين ولا تدير التجاره بحال هكا تواصل مع المتتبعين هما اللهم يسر لنا التوفيق ان شاء الله قلنا 66 والاخر 72 3600 درهم وهذا 3300 صافي يا ما صافي وتسوق حتى المرضي بلاتي كي داير السوق اليوم اجي لهنايا ادير معنا الروبورتاج في عين درج اليوم اليوم في السوق ديال سيدي بس اللهم يسير ناس يعني بعد التجار يعني تيغادروا السوق هذه الوقيته هذه انتم تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام من السوق مباشره الله يعاون ابو شتا الله يجيب التيسير خير موجود تبارك الله الخيرات موجوده الثمن كاين الثمن شويه سيدي ريس تبارك الله عليك شريف باقي ما شريت باقي اللهم يسير الله يجيب التيسير الله يسخر تحيه كاين شي حاجه كل شيء كاين جيد عجبك درت لك شي حاجه انتم تشوفوا يعني اكبر حولي اللي بغاه يعني يتواصل معنا العنوان راه عطاه لنا عمي عبد السلام مولاه اللي بغاه يحاول يمشي للواد رادار عند باقي السلعه تبارك الله تما كاين بحال هذا وكاين محسن وكاين قل جميع الاثمنه راه عندهم موجوده ما غاديش ترجعوا ان شاء الله في رمضان ياك تنقل تصيفطوه لا الا بغينا نوصلوا هكاك فيما بغا بغا نوصلوا ما بغا صافي ديك الساعة التفاهم تبقى بيناتكم ملي اتصلوا بك جو لعندك ديك الساعة التفاهم بيناتكم هذا جميل يعني النقل واصل طنجة تطوان رباط قنيطرة سلا فيما كان ها هو فيما انت تشوف عمي عبد السلام تيقول لكم حتى الحولين اللي بغاه راه يصيفط لكم حتى فين ما كنتوا تحية لجميع المتتبعين تبارك الله عليكم حاولنا نقربكم من الأجواء ديال السوق من سيدي بوصبر مباشرة تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.